فضيلة الشيخ، ما هي الكتب التي تقرأ في نظركم بعد صلاة العصر وأيضا قبل صلاة التراويح؟ فيه كتاب ابن رجب رحمه الله، لطائف المعارف، ومختصره للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وفيه أيضا عقود اللؤلؤ والمرجان لشيخنا الشيخ إبراهيم بن عبيد العبد المحسن رحمه الله، يقرأ من أي هذه الكتب. نعم.